مرحبا مشاهدينا، نقدم ملخص أسبوعي للأسواق المالية والعالمية من تداول، طبعا خصوصا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن تقرير سوق العمالة الذي يظهر نهار الجمعة من كل شهر، وكانت إيجابية حيث استقر معدل البطالة عند 4.1% كقراءة الشهر الماضي، وأيضا طلبات لإعانة البطالة التي ظهرت أمس كانت عند أدنى مستوياتها تقريبا في 5 أسابيع، حيث القراءة عند 236 ألف طلب مقابل 239 تقريبا لشهر أكتوبر الماضي، وهذا يعني بأن الأمريكيين الذين تقدموا بطلب لإعانة على البطالة انخفض رقمهم، وهذا يعني أن هناك قوة في الاقتصاد الأمريكي. أيضا بالإضافة إلى الوظائف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من التوقع عدد من الوظائف عند 228 ألف وظيفة، بينما كانت القراءة السابقة أيضا إيجابية عند 244، لكن قراءة شهر نوفمبر جاءت أفضل من التوقعات، حيث أشارت التوقعات إلى إضافة 198 فقط ألف وظيفة في الاقتصاد الأمريكي. هذه البيانات جاءت إيجابية على الدولار، ورفعت الدولار على حساب اليورو الذي تراجع، يعود أيضا تحسن أسعار الدولار على خلفية تمرير قانون الإصلاح الضريبي. يتوقع أيضا الاقتصاد بأن يتم هناك التصديق عليه من قبل ترامب قبل نهاية شهر ديسمبر، وأيضا هذه البيانات الإيجابية لسوق العمالة جاءت لتدعم قرار الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، حيث يجتمع الأسبوع المقبل في 13 من ديسمبر. وفي التحليل التقني نرى أن المتوسط المتحرك يضغط سلبا مؤشر ستوكاستيك عند مستويات تشبع في البيع 20. نتوقع أن يكون هناك بعض التداولات الإيجابية خلال هذا النهار، لكنني أذكر أن اليورو قد تراجع هذا الأسبوع تقريبا 1.1%، لكنه لا يزال عند أعلى مستوياته منذ مطلع هذا العام، والذي ارتفع تقريبا 12%. وكذا الدولار الذي ارتفع 0.9% منذ مطلع هذا الشهر، أشير إلى أنه قد انخفض منذ مطلع هذا العام تقريبا 8%. أما الباوند الذي تراجع في تداولاته واخترق مستوى ترند الصاعد، يعود هذا على خلفية تعرقل المفاوضات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالرغم أن تيريزا ماي أعلنت بأنها ستقوم باتفاق مع مسؤولين من إيرلندا والاتحاد الأوروبي، وذلك بشأن حدود إيرلندا الشمالية. أعطت بعض التفاؤل للأسواق، لذلك ارتفع بعض الشيء، لكنه عاد وانخفض اليوم بسبب هذه العرقلات. أسعار الذهب الذي انخفض بطريقة حادة خصوصا بعد البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة عن تقرير سوق العمالة، حيث يستقر عند مستويات 1245، نتوقع أن يصل عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 76%، أي 1240 دولار للأونصة. وأيضا هذه التداولات السلبية جاءت على خلفية بأن هذه البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة قد تدعم سياسة الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجيا، حيث نتوقع أن يرفعها ب 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. طبعا ضغطت سلبا بسبب العلاقة العكسية بين الذهب وأسعار الفائدة، الذهب طبعا عند أدنى مستوياته في 4 أشهر. أما أسعار النفط التي انخفضت أمس بعد بيانات عن المخزونات الأمريكية وفائض في المخزونات وارتفاع إنتاج في الولايات المتحدة، عادت وتحسنت اليوم خصوصا بعد ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، وهذه إشارة إيجابية، لأننا نتوقع أن تكون واردات الصين مرتفعة حتى نهاية هذا العام وربما العام المقبل أيضا. وأيضا جاءت إشارات إلى أن نظرا لتراجع الإنتاج وعدد من حقول الصين هي معطلة عن العمل، جاء ليدعم أسعار النفط في الارتفاع. وأيضا كان هناك تقرير من بنك أوف أمريكا ماري لانش أشار إلى أن القوة الطلب الموجودة عالميا لأسعار النفط هي مستمرة بسبب شح الإمدادات، وتتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل العام المقبل. في التحليل التقني كما نرى المتوسط المتحرك حاليا يحمل السعر في الارتفاع، ستوكاستيك يصل إلى أعلى مستوياته تشبع في الشراء. أما في الانتقال إلى الأجندة الاقتصادية الأسبوع المقبل، ننتظر بيانات أيضا مهمة من بريطانيا، حيث المركزي البريطاني سوف يقر على أسعار الفائدة، وأيضا سوف يعلن معدلات البطالة.